الا بغيتو باش نصوتو دابا قولوا نصوتو دابا سيد الرئيس الله يكثر خيرك الا غادي نديرو داك المسائل ميكانيكيه النظام الداخلي تسير جلسه واضح نعم انا نعرف نقد النظام الداخلي هو اللي بيني انا وياك نهاري وصل التصويت نهاري وصل التصويت لهم استراتوه دابا حنا في جلسه تقديم سيد عرض سيد الوزير انا في جلسه تقديم انا خديت نقطه نظام باش نقول بان فريق العداله والتنميه يطلب رسميا من وزاره الداخليه يلتمس الى كان هذه الدراسه يزودوننا بها كاين مشكل النقطه الثانيه سيد الرئيس ان فريق العداله والتنميه دار طلب ديال واحد المجموعه من المؤسسات الدستوريه اللي هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لان هذا المشروع حسب التقديم اللي جا به السيد الوزير كيجاوب على واحد المجموعه من الامور اللي عندها علاقه بالتنميه اللي عندها علاقه بالبيئه اللي عندها علاقه بالانسان عندنا واحد المؤسسه دستوريه بغيناها تعطينا الراي ديالنا كاين مشكل كبير اللي هو مشكل امني سيد الرئيس هو 8 سيد الرئيس سيد الرئيس الله يكثر خيرك سيد الرئيس طلب انا كنتكلم سيد الرئيس السيد الرئيس لا واخا كتكلم ماشي كثير انت توجه كلامك للحكومه كلم وجهك كلامك الرئيس المسطره جميع ما تطرقت له كاين المسطره كاينه في النظام الداخلي طلبات اللي توصلنا بها سنعقد اجتماع مكتب اللجنه بعد لحظات اللي لبثتي فيها. الطلب اللي بغينا نقول لكم بانكم تاخذوا بعين الاعتبار. سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس هذا الشيء ما دخلش في التسيير واسمح لي سيد الرئيس اسي عدي الله يكثر خيرك نجاوب الرئيس نقطة النظام ماشي في محلها طلبات بيني وبينك النظام الداخلي طريقة البث في طلبات رؤساء الفرق كاينه مكتب اللجنه شايز جميع وسيبث فيها. هذا طلب ديال رئيس فريق. هذا راه حنا كنقول لك فريق العداله والتنميه راه فريق العداله والتنميه توصلت راه ذكرتهم السيد الرئيس راه ذكرتهم غيجتمع مكتب اللجنه بعد لحظات الله يكثر خيرك السيد الرئيس الا كان هذا الشيء كيدخل في التسيير